أصدقائنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الطيبة التي نسأل الله أن تكون ليلة خير وبركة على الجميع. في هذه الليلة نلتقي رجل بدأ حياته ودراسته مبرمج محلل نظم، بدأ رحلته في طباعة وفرز الألوان، انتقل من أعماله بين عدة بلدان وأقطار، من الأردن إلى قطر، ثم حط به الرحيل إلى كندا حيث حط فيها مهاجرا وبدأت أعماله فيها. رحلة مليئة بالتحديات، المفاجآت، النجاحات، ولا بد أن يكون هناك بعض الإخفاقات دون كلل أو ملل، بمزيد من العزيمة والإصرار. الأستاذ بدر الشواوري، ونرحب به، صاحب مطعم بترا ميسيساغا. أهلين أستاذ بدر. أهلين بيك، أهلا وسهلا فيك، حياك الله أخ محمد. الحقيقة اللقاء مع الأستاذ بدر لقاء مهم جدا، وراح أتكلم للأصدقاء لماذا هو لقاء مهم. الأستاذ بدر بدأ رحلته في كندا كمستثمر، وله خبرات طويلة وعميقة في كثير من البلدان، وتنقل في الخليج العربي مطلعا على أحوال الخليج. لن أتحدث بهذه المقدمة بسرد تفصيلي لأنه هو سيتحدث عن نفسه في ذلك، ولكن أعطي ومضات لماذا هو اللقاء مهم جدا. هذه التجربة وهذه الرحلة جعلت عنده حصيلة من الخبرات، ثم جاء ليستثمرها في كندا. واجه كثير من التحديات ولم يستند إلى أحد، لم يلجأ إلى أحد ليعينه في هذه التحديات. فقصته نموذج مهم جدا جدا لأي مستثمر عربي يريد أن يستثمر في كندا، لأي مستثمر صغير أو متوسط أو في أعلى المتوسط أو في بداية كبار المستثمرين الذي يريد أن يستثمر في كندا. له قصة نستفيد منها كثير من العبر، ولم يكتفي بأن يواجه التحديات بل كان يدرس ويحلل، ودراسته وتحليله جعله يخرج بنتائج ويقرر قرارات. يعني لسنا أمام مستثمر عادي، هو مستثمر يدرس ومستثمر مثابر ومستثمر حريص أن يظل على البزنس ويظل على استقلاليته في العمل. هذا أمر مهم جدا أن نفهم لماذا. مجموعة من التساؤلات تخطر على بالنا حين نتحدث عن الأستاذ بدر الشواوري الذي بدأ دراسته في التقنية وبرمجة وآي تي، ثم انتقل إلى الأعمال، وأهم الأعمال التي ركز عليها أعماله في افتتاح المطاعم وسوق الغذاء وهذه الأمور. أستاذ بدر، بعد الترحيب والاستفسار والسؤال عن صحتك، وإن شاء الله تكون بخير والعائلة بخير في هذه الأجواء وأوضاع الكورونا التي أحاطت فينا، ونسأل الله أنها تذهب إلى غير رجعة إن شاء الله. نقول لك حدثنا عن نفسك، حدثنا عن البدايات، حدثنا عن الدراسة، الانتقال من عالم الآي تي والاهتمام بهذه الأجهزة الإلكترونية إلى بعدها سوق قريب منها وهو الطباعة وفرز الألوان والتفنن، ثم بعد ذلك إلى المطاعم. حدثنا عن هذا الباك جراوند، حدثنا عن هذه الخلفيات. أهلين بك أخي محمد، حقيقة أول شيء بمسي عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وبندعو السلام للجميع إن شاء الله في هالكورونا اللي احنا فيها الآن. أنا طبعا بدأت حياتي زي ما حكيت لك بالأردن، أنا من الأردن أصلا، يعني مواليد عمان، ودرست في عمان وخلصت دراستي البرمجة وتحليل النظم بالأردن. وبعدها بدأت، يعني صحت لي فرصة مع عم زوجتي، بيعمل هو بالسويد طبعا، وبيعمل في مجال الطباعة وفرز الألوان، فقررنا أنه نفتح شركة بالأردن وننقل التكنولوجيا الموجودة بالسويد إلى الأردن سنة تقريبا 91 أو 90 تقريبا. نعم.
وحقيقة بلشنا كنا بالسوق الأردني، إحنا السوق الوحيد اللي أدخلنا أيامها الأبل ماكنتوش، كان لسه الأبل ماكنتوش يعتبر جديد وبعالم الطباعة، كانت عالم الطباعة قديما صعب جدا، صف الأحرف بطريقة يدوية وأجهزة الطباعة كانت غير متقدمة، فإحنا أدخلنا الأبل ماكنتوش وبناء عليها بدأنا نصف الكتب والمجلات والجرائد على الأبل ماكنتوش. وحقيقة فتحت شركة بالأردن اسمها فيلادلفيا لفرز الألوان، وبقينا بالأردن حوالي تقريبا 8 سنوات ونحن بنعمل بهذا القطاع. الأردن بيئة كويسة وجيدة والأيدي العاملة فيها كثير ممتازة، لكن فيها مشكلة الذمم المالية، يعني أنت تعمل لكن في الأخير ما في نقد بين إيديك، يعني كله مدفوعات شيكات وشغلات زي هيك. فإحنا أخذت قرار بصراحة بال98 أو 99 على أني أبحث عن فرصة أخرى بدولة أخرى، لكن مع بقاء الشغل في الأردن زي ما هو. نعم وذهبت ودرست عدة دول خليجية، استقر في الوضع في قطر لأن قطر كانت فيرجن وجديدة بسنة 99، وكانت انطلاقة قناة الجزيرة لسه كمان جديدة، فقلنا خلينا نبدأ من هناك برضو بقطاع الطباعة والميديا والإعلام وكذا. وأسسنا شركة اسمها فيوتشر ميديا، وكان عندي كمان وكالة ام ان سي ساتشي، وكالة دعاية وإعلان، وبدأنا أنشأنا مطبعة وديجيتال برينتينج، وعملنا يعني شركة تقريبا حوالي لمدة 6 سنوات، وأخذنا مهرجان التسوق اللي في قطر كنا احنا مسؤولين عنه من A to Z، يعني عن التسويق تاعه وعن الدعاية وعن إعلاناته وعن كل الأمور، واستمرنا بهذا الشغل تقريبا لل2004. نعم بعدها حكومة قطر قررت تعمل احتكار للإعلان، فأسست شركة شبه حكومية واشترت كل الشركات الخاصة اللي بتشتغل بالإعلانات، وكانت أنا شركتي الوحيدة اللي كنت ماخذ امتياز في دولة قطر للإعلانات الخارجية اللي هي الأوتدور، اللي هي الأربعة متر في 14 متر، تمام؟ نعم فبعنا الشركة هاي كلها للحكومة القطرية، وبعدها حاولت أني أتجه للمطاعم لأنه عندي هواية بموضوع الأكل وبموضوع المطاعم بشكل عام، وكان سبب رئيسي أني أتجه عليها أنه كمان اللغة المالية فيها إنها كاش أكثر ما هي ذمم، يعني لأنه بدأت برضو رحلتك في المطاعم في قطر. ببدايتي في قطر. نعم، أي سنة كانت؟ بال2004 2004. نعم. فأسست أنا بقطر أكبر مطعم في قطر، وكان المطعم الوحيد العربي اللبناني اللي هو تعتبر قطر لسه مش منفتحة، يعني قطر لسه بداية الانفتاح، يعني الجيش الأمريكي والأمور هاي كله دخل قطر بهاي الفترات، فكانت قطر شبه يعني بدأت تتدرج بالانفتاح. إيش اسم والحمد المطعم؟ لله كان اسمه جراند جود. جراند جود. اوكي. ففتحنا المطعم ب 380 كرسي، وكان من اكبر المطاعم، ونحط في الجرائد القطريه في الصفحات الاولى انه بدر الشواوري يوفر الجلسه الهادئه لاهل قطر، وفعلا انشهرنا على مستوى الديوان الاميري، وكانت نقدم لهم المناسف والمشاوي والاكل العربي، يعني كان مطعم الحمد لله كان مطعم يعني كثير راقي. بعدها اتجهنا بالاكل الفاست فود، فاسسنا شركه اللي هي بالتشيكن بالدجاج المقلي والامور هاي كلها، اللي هي زي KFC وزي بوبايز وكذا. نعم ومن هناك انطلقنا بعدة دول، انطلقنا بالسعودية، انطلقنا بالجزائر، انطلقنا بليبيا، لكن بدأ الربيع العربي ينتشر فما خلانا ناخذ راحتنا بالأعمال. بسنة 2008 أحد الأشخاص من الزبائن اللي عندي بالمطعم إنه ليش ما تروح على كندا، ليش ما تقدم هجرة لكندا عشان الدراسة عشان الأولاد عشان كذا، قدمت الهجرة لكندا، كويس، نعم وقدمتها على أساس مستثمر يعني مش سكيلد، يعني بالبداية قدمت سكيلد أنا، لكن حكى لي الشخص هذا حكى لي إنها بدها تأخذ لها من 4 إلى 5 سنوات، بعدين بعد شي أسبوع اللي بيقول لي إذا بتروح مستثمر خلال 6 شهور 8 شهور بتطلع لك الهجرة. قلت له خلاص إذا خلينا نحولها لمستثمر، فمش داعي إنها تظلها سكيلد، حولناها لمستثمر وفي الأخير برضو أخذت 4 سنوات، نفس الوضع. تمام. فبال2011 تقريبا اجتني موافقات كندا، انا كنت لسه بشتغل بالسعوديه وبشتغل بقطر، يعني فتحت مطعم بقطر نفس مطعم، فتحت مطعم بالسعوديه زي مطعم قطر، لكن ما توفقنا بالسعوديه بسبب انه كان عندنا ارجيله بالمطعم،
نعم وبعد ما أخذنا التراخيص ووافقنا واشتغلنا وكان من أفضل المطاعم في جدة، تفاجأنا من الحكومة السعودية أنه بليلة واحدة قررت إلغاء الأرجيلة بكل مطاعم جدة. نعم فدخلت علينا وأخذت الأراجيل وكسرت لنا الشغلات اللي بتخص الأراجيل. في هذه المرحلة صارت الزباين عندنا قلت، فأنا أخذت قرار إني أترك السعودية لأنه الاستثمار فيها ما كان يعني مخلينا احنا كأجنبي ماخذين راحتنا بالشغل او كذا. وحقيقة طلع لي موضوع كندا بال2011، طبعا عملنا الإجراءات والأمور هاي. طبعا كان زوجتي بتدرس ماجستير، خلصت الماجستير وكذا ويجينا استقرينا بكندا، عملنا لاندنج طبعا بال2013 ورجعنا واستقرينا بال2014 نعم وبدأنا خطوة كندا. السوق الكندي السوق أنا بعتبره السهل الممتنع، يعني هو بتشوفه سهل لكن هو صعب بنفس اللحظة. تمام. نعم طبعا يوم ما كانوا يتكلموا يعني ما جيت أبحث عن عمل، أنا جيت أبحث عن فرصة شغل إني أسوي شغل. تمام. فبدأت أنا أعمل دراسة عن السوق الكندي وبدأت ألتقي بإخواننا العرب اللي موجودين المهاجرين السابقين قبلنا. تفاجأت إنه الجميع ما بشجع، الجميع بيعطيني يعني انه الوضع مش كويس، ما بن يعني ما بنشجعكش كذا. فحسيت حالي انه كله نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، فلازم يعني ترجع تدرس الامور لوحدك. وكوني انا درست عدة دول وعندي القدرة اني اعمل بزنس بلان وعندي هالامور هاي، بدأت انتشر بالمعارض الكندية، انزل على تورنتو، انزل على اي معرض بصير في كندا اروح ازوره. فتفاجأت انه ليش المحلات هاي ناجحه، ليش المحلات الاجنبيه كلها شغاله، ليش عند العرب يعني كل شيء مش ضابط او مش كويس او شغله زي هيك. بعدها لسه انا لسه مش مكتشف الامور مزبوط، لكن لما تجولت في اونتاريو بشكل عام ومونتريال ودخلت مطاعم والاقي صاحب المطعم انه اصلا هو كان دكتور او هو مهندس جاي من الامارات او من الخليج او كذا، طب ليش بيشتغل في مطعم؟ تفاجأت انه هو ما عنده قدره انه يعمل الكنديان اكسبيرينس او الامتحانات اللي بتخصه هو او بتخص دراسته. بعكس الجاليات الاخرى لاخواننا مثلا الهنود او الباكستانيه او بعض المصريين بيتعبوا على حالهم حتى ياخذوا اللايسنس اللي بتخصهم هم وبيشتغلوا في العمل تاعهم. نعم بعد الدراسه وبعد متابعه السوق الكندي بصراحه اكتشفت انه ما في مطعم عربي هاي اند، يعني انك انت تيجي كعائله وتجلس في المطعم وتنبسط انت وعائلتك وتوكل وفول سيرفيس خدمات والاكل يكون اكل مشكل من جميع الجهات. هاي الشغله اللي انا وقعت فيها حقيقه، انا لاني انا منتقل من البيئه القطريه على البيئه الكنديه، فتوقعت اني انا راح انقل نفس الكونسبت نفس الفكره. ما كان نعم عندي المعرفه بالسوق الكندي بهاي الفتره لحد اللحظه هاي. وبدأت بخطة أفتح المطعم، وحقيقة بلشت معي التحديات. يعني مثلا من أول تحدي واجهني إنه اللاند لورد اللي بدي أستأجر عنده بده سي في عني، يعني بده. طيب اسمح لي أستاذ بدر، قبل تفضل. ما ندخل في التحديات، ويعني يعني عشان نتعمق فيها بشكل يعطيها حقها، خليني أشوف الميزات تبع الأسواق اللي أنت اشتغلت فيها. يعني اشتغلت في الأردن، صحيح كان الشغل بغير المطاعم، كان في أمور طباعة وفرز ألوان وصف كتب وكتابات والأمور هذه. وفي قطر اشتغلت بالأمرين، في الإعلام واشتغلت في المطاعم، والسعودية اشتغلت في المطاعم. قبل ما نيجي على كندا ومرحلة كندا، أنت حكيت لنا شوي عن السوق الأردني، أنه كان في عنده عمالة، كان في ناس جيدين، كان في تقنية جيدة. أنت أدخلت التقنية لأول مرة، لكن عندك عمالة جيدة بتستخدمها بشكل جيد ومعقولة التكاليف. وحكيت لنا مشكلة الذمم تبع الناس، أنه أنت بأخذه بالذمم، لكن هو في مشكلة عندهم في الدفعات، في السداد. نعم. في قطر في سيولة، وفي قطر في خليج، في يعني قوة شرائية جيدة جدا، في استهلاك بشكل ممتاز.
ايش ميزات السوق القطري اللي انت حسيتها شجعتك على الاستثمار، شجعتك ان تدخل وتعمل استثمار؟ السوق القطري سوق جيد جدا. أولا ما في ضرائب، تمام. نعم الإخوان بقطر كلهم كانوا جيدين وكويسين، ويعني بتساعدوا مع الناس، لكن ما في أمان وظيفي، يعني ما في إشي باسمك، تمام. جميل. نعم يعني هناك أنت يعني أنت يعني بتضلك مغترب حقيقي، يعني ما في مجال أنك أنت تسجل بيت باسمك، ما في شيء تشتري عقار باسمك، يعني حتى السيارة بيطلع لك يعني بأحد أقصى سيارتين، يعني مش ماخذ راحتك أنت تعمل اللي بدك إياه، تمام. نعم نعم لكن سوق ممتاز جدا، ما يعني وأهل قطر يعني أهل طيبين وكذا وشي، لكن في الحقيقة زي ما حكيت لك ما في لك إشي، يعني في الأخير أنت ضيف عندهم، يعني بأي نعم لحظة ممكن يقولوا لك شكرا، يعطيك العافية، مع السلامة، تمام. جميل. هاي هي التحديات اللي كانت تواجهني أنا بقطر، وخاصة إني أنا كنت صاحب شغل، يعني وصاحب الشغل هناك بيصادف يعني معوقات كمان أخرى غير الوظيفية، يعني اللي بيروح موظف بيكون عارف عقده، بيكون عارف راتبه، بيكون عارف أموره، اللي صاحب الشغل لا، بتجي مواجهات أخرى، يعني مرات بتكون أعداء تحت الطاولة، أعداء يعني مش مكشوفين، ما بتعرف شيء، يعني صحيح بسبب النجاح طبعا مش بسبب شيء آخر، يعني صحيح. تمام. انتقلت للسعودية، حكيت لنا شوي عن الأوضاع في السعودية السعودية حقيقة، والقوانين، السعودية لكن الوضع السوق، فيها خلينا نعرف قوانين، السوق. القوانين بالسعودية قوانين الأجنبي ما له أي وضع بالسعودية، يعني الأجنبي يعني أنا دخلتها كمستثمر، وحقيقة يعني أول مرة بطلبوا منك أوراق، بعدين بطلبوا أوراق ثانية، بعدين أوراق ثالثة، أوراق رابعة، في الأخير بتكتشف إنه إعلاميا الاستثمار، يعني ما في استثمار حقيقي، شايف؟ يعني ما فأنت حسيت أنت هناك بأنك ممكن تعمل استثمار ثابت؟ لا لا، بعدين انت بتيجي بتسجل الشغل مثلا باسم شخص سعودي، يوم ما آه بتشغله يعني أنت ما دخلت كمستثمر، دخلت لا، دخلت كمستثمر بس ما نجح الاستثمار، بعدين سجلت باسم سعودي، وهذا طبعاً illegal، هذا غير قانوني في ال هذا غير قانوني، وبنفس الوقت انت مش معترف فيك بانك صاحب عمل نهائيا، يعني لا تتعامل لا مع البنوك صحيح صحيح. ولا تتعامل باي صفة انت لك، حتى وانت جالس في المطعم لو دخل مين ما دخل انت ما بتقدر تتكلم مع حدا او تناقش حدا لانك انت صفتك لا غير يترتبط. قانوني. نعم بالضبط طيب، بالضبط بعد هيك قررت من السعودية الانتقال لكندا. لكندا، نعم. ممتاز. لما قررت الانتقال لكندا، ايش كان تصورك؟ والله تصوري اول شيء انا جاي على كندا، وكندا بالنسبة لي عالم اول، وبعرف حالي اني جاي يعني البزنس فيها بده يكون يعني مفروض يعني بزنس كثير كبير وبزنس كويس، والناس اللي موجودين هون في البلد يعني مفروض انهم كلهم بروفيشنال وكلهم جايين بخبرات عالية، وخاصة انه الهجرة لكندا بطلبوا منك متطلبات خاصة تعون السكيلد البروفيشنال اللي طالبين المهندس الدكتور الكذا. بعد ما وصلت لكندا تفاجأت انه جماعة البروفيشنال هذول السكيلد يعني كأنه ما لهم قيمة بالبلد، يعني بيجيبوهم مهندسين واساتذة ومحاسبين بعدين بيقولوا له روح اشتغل اي شيء، وهاي كانت أكبر مشكلة أنا واجهتها بالبلد، وكانت كثير تحس بنفسي إنه أنت جاي مهندس أو دكتور جراح من الإمارات أو من قطر أو من أي دولة، وتيجي في الأخير تفتح لي مطعم وتبيع حمص وفول، تمام؟ ليش؟ لأنه اكسبيرينس كنديان. طب يا عمي اعملوا لهم كليات، أعطوهم دورات، دخلوهم في المستشفيات لمدة سنة تحت التدريب، ما في، يعني هذا الحكي أنا بعتبره في كندا قمة الخطأ، أنت في الأخير أنت جايبني على اساس انه انا عندي خبره، انا عندي سكيل، انا عندي معرفه بالسوق، طب انت تجيبني بعدين تقول لي روح اشتغل على اوبر او اشتغل على تاكسي او اشتغل على كذا، هاي يعني انا بعتبرها كانت من اكبر المشاكل اللي بتواجه اي عربي بيجي على البلد وبكون حامل شهاده او سكيل او بروفيشنال بالوظيفه تاعته. طيب، يعني هذه أول مفاجأة فاجأتك بالضبط. على الآن على نطاق الاستثمار، اللي خلاك تقرر يعني إنك تبدأ استثمارك وما تروح تشوف مثلا مطاعم أنت عندك خبرات كبيرة جدا مثلا، وتطلب منهم إنك تدير سلسلة المطاعم الكبيرة تبعهم. هل هذا كان وارد في بالك ولا لا؟ طبعا في تعليق من الأخت ريم عناني،
بتقول انه معادله الشهادات هي هي اشاره الاستفهام، هو جواب الاستفهام هو معادله الشهادات. طبعا في جدل في الموضوع هذا، معادله الشهادات للطب معادله صعبه ما هي من امور السهل، سيدي. وهذه انا معادله يعني انت بتقول الطب، انا زوجتي مخلصه ماجستير من جامعه اوهايو مع بالتعاون مع جامعه موته بالاردن، نعم وجايب علامه خلينا نقول فل 4، عشان تعادل شهادتها بكندا لها 5 سنوات المعادله لحد اليوم ما طلعت، ما طلعت المعادله عشان بدها تدرس بي اتش دي، فاضطرينا نعمل المعادله بامريكا وخليناها تدرس في جامعه من جامعات امريكا، والان بدها تتخرج بي اتش دي ولسه كندا بتعادل بالشهاده. نعم نعم في بيروقراطية في الموضوع هذا بيروقراطية واضحة. قاتلة، بيروقراطية نعم قاتلة، ومش معروف شو بيروقراطية سببها، مش معروف نعم شو سببها. نعم نعم وهذا موضوع كبير احنا ماشيين فيه في قصة مسار مهنتي، وهو برنامج من برامج اللي موجودة عندنا على كنار تي في اسمه مسار مهنتي، ونقدم فيه كلام ومواجهات وحقائق ومتاعب وتحديات ووسائل لتخطي هذه التحديات من خلال خبرات بعض الخبراء اللي مروا في هذا المسار في كل المهن. لكنه هو انت وجدته تحدي عائلي عندي، يعني انت بالنسبه لك عندك عملك بدك تشتغله، وعندك زوجتك عندها تخصصها بدك تعادل شهادتها علشان كمان هي جزء من دخل الاسره، فوجدت فيه صعوبه. صح. في النهايه قررت انه تبدا الاستثمار. سؤالي كان ليه ما رحت شفت مطاعم من المطاعم الكبيره وانت تعطيها خبرتك وتعرض عليها خبرتك لتديرها؟ بصراحة لسببين، السبب الأول إنه أنا الخبرة اللي عندي يعني هي شقين، شق الفاست فود وشق الميدل إيسترن. لما إني جيت بدي أنا أبحث في البلد وأشوف المطاعم اللي بالبلد، حقيقة ما لقيت حدا بيشتغل بناء على يعني على مقاييس معينة أو على كونسبت معين. يعني أنا لما جيت بال2014 ما كان إلا في مطعم بارامونت الموجود بالبلد، وتقريبا كان عنده فرع او فرعين بهذيك الفتره، وهو اوريدي شغال كويس وماشي اموره تمام. بس انا كانت فكرتي اني انا بدي انقل كونسبت المطاعم الهاي اند، اللي هي يعني انا بالنسبه للمطعم اللي كانوا موجودين بالبلد هون، هم انا بعتبرهم ببلادنا هم الفاست فود، اللي انت بتاخذ الشغله على السريع بتقعد على الطاوله بتاكلها وبتضلك طالع. بس انا بدي المطعم العائلي، المطعم اللي تجلس انت وعائلتك توكل تتحلى تشرب شاي، تعزم عليها رجال اعمال، تعزم ضيوف، هذا ما وجدتوش في البلد. يعني كله نعم موجود بالقطاع الاجنبي او القطاع الكنديان، لكن قطاع الميدل ايسترن والعربي نهائيا مش موجود، ما وجدت اي مطعم بكل اونتاريو بهاي المواصفات. نعم نعم فقررت إنك تعمل مطعم بترا. فقررت اني اعمل مطعم بترا، وبدات بهاي الخطوات واخذت قرار اني اعمل المطعم. كان في خطأ بقراري، لكن ما تعلمت الا بعد 2 سنين من افتتاحي للمطعم. طيب خلينا نيجي على الخطأ بعدين، لكن اوكي. خليني الآن، أنت أول ما فكرت بمطعم بترا شو كان في بالك في هذاك الوقت شكل وخدمات المطعم قبل ما يكون بترا اللي موجود حاليا؟ هل هو نفس الشكل، نفس الديزاين، نفس نفس الشكل، الكباسيتي، نفس نفس كل الديزاين، شيء كنت حاطه في مخيلتك وعلى الورق هو كل اللي شيء طبقته بالضبط، كل شيء كنت حاطه في وعملت بالي بزنس بلان بالضبط. كنت عامل عملت الدراسة، ودراستي كانت ممتازة جدا، وكانت ممتاز أيامها ساعة الموظف ب 11 دولار و25 سنت، وعاملين الدراسة ممتازة، وعاملين منيو ممتاز، المنيو القطري، يعني احنا ناقلين نفس المنيو اللي موجودة عندنا بمطاعمنا بقطر نقلناها لهونا، وحطينا الخطة على هذا الأساس، وبدأنا نبحث عن مكان، لأنه أنا المكان اللي بدي إياه كان بالأساس بدي إياه من الصفر، يعني أنا أعمل الديكور على أساس نطلع بالكونسبت اللي إحنا بدنا إياه. طيب تمام؟ احنا في عندنا في البروجكت مانجمنت شغله بنسميها هلو تكنيك، هلو ميثود، اللي هو واحد بيكون ناجح في مثلا اي تي مانجر، فبتشوفه ناجح اي تي مانجر بتروح بتحطه مدير عام. بالضبط. مش بالضروره نجاحه اي تي مانجر يخليه ينجح مدير عام، نهائيا. او يعني هل ممكن يكون نقلك للكونسبت القطري هو كان مناسب للثقافه في الخليج لكنه غير مناسب للثقافه في هو لا كندا؟ مناسب للثقافة الكندية، بس مش بالحجم الكبير. مش طب هنيجي على التفصيله هاي لانها تفصيله مهمه جدا. طب خلينا نشوف شوي، نشوف نستعرض مطعم بترا للاصدقاء اللي ما بيعرفوا المطعم. انا راح اوقف الكلام
حترك الكلام للأستاذ بدر وزيد، معه زيد، من أجل يأخذونا في جولة داخل مطعم بترا بشكل سريع، حتى تعرفوا عن إيش بنتكلم إحنا. لما يتكلم الأستاذ بدر عن مطعم في سعة ل 360 كرسي، الآن طبعا عشان التباعد خلوها تنضغط ل 130 أو 130 كرسي، بس 120 كرسي. الآن حيرافقنا زيد من داخل المطعم، ممكن الأستاذ بدر يعلق على الصورة مع الكاميرا مع زيد. طبعا أنا المطعم زي ما أنت شايف، إحنا المطعم يعتبر 5 ستار، هذا المدخل تاع المطعم، وجهزنا حالنا بأساس أنه بعد الجائحة أنه نفتح كل الأيام من الساعة 11 صباحا لل 11 مساء، هذا المدخل، نرجع كمطعم. هذا المدخل طبعا، المطعم عملنا فيه التباعد الاجتماعي، انه كل طاوله بين الطاوله والطاوله حوالي مترين، تمام. هذا المدخل الرئيسي، هنا الطاولات كلها متباعده عن بعض. سعه المطعم الحقيقيه المرخص احنا لنا فيها 325 كرسي، الان عملنا حوالي 120 كرسي عشان يكون في تباعد بين الناس. زي ما انت شايف الديكور، احنا يعني عملنا ديكور استوحيناه من الشرق الاوسط هذا بشكل عام، الستيج. سوريا ولبنان والاردن وفلسطين، وسكرنا جزء من المطعم. يعني احنا الان حاطين 120 كرسي، لكن في جزء من المطعم مسكرينه عاملينه ستورج للطاولات والكراسي اللي زادت عندنا، شايف؟ نعم. طبعا هذا كان ستيج اللي بنعمل فيه حفلات خطوبه او حفلات كتب كتاب او بيبي شاور او كذا، هاي كانت الحفلات السابقه اللي بتصير عندنا، الحفلات الخاصه. الان هذا المطعم الان راح يفتح ابوابه ان شاء الله بعد الكورونا من ال 11 صباحا لل 11 مساء، بمطعم يقدم جميع الوجبات وباسعار جديده وبرؤيه جديده ان شاء الله. جميل، نروح جهة المطبخ أو الشيفات أو احنا الان طبعا البرزنتيشن. مغلق المطعم الساعه 11، سوري أوكي، الساعه اللي 12، أمامنا هذا البرزنتيشن، ها هذا البار، جزء من البار والعصائر الفريش. نعم. أوكي، جميل جدا. طيب طيب استاذ بدر، الان بدات هذا المطعم، مطعم جميل، مطعم في غايه الجمال والروعه، وينقل شكل مميز في الديكور، شكل مميز في الجلسه، وفي راحه في الجلسه. وانا سمعت منك وشفت لما زرتك في المطعم، وسمعت من بعض الاصدقاء، يعني حاولت تنقل الطعم الشرقي بحرفية. كيف شفت صدى هذا كله؟ وأكيد هذا كان مكلف، يعني هذا والله عمل مكلف. احنا طبعا المطعم عندنا احنا كلفنا مبلغ وقدره، لانه احنا المكان من السكراتش عملناه، وطبعا اخذ معنا سنه ونص بالضبط ما بين البيرميت وما بين الديكور، تمام. واشتغلنا عليه يعني من كل بكل التفاصيل بكل الديتيلز، يعني ما دخلنا فيه بكل تفاصيله. نعم. وحقيقة بعد ما افتتحنا المطعم، المشكلة اللي صادفتنا يوم الافتتاح انه تغيرت ساعة الموظف من 11 دولار و25 سنت الى 14 دولار بنفس يوم الافتتاح، الحمد لله. نعم. طبعا هاي غيرت في المقاييس التكاليف والامور هاي كلها. نعم. احنا طبعا تسعيرتنا، احنا اخذنا تسعيرة السوق، وبناء على الارتفاع اللي صار، طبعا الرواتب ارتفعت 30%، يعني مش شيء بسيط يعني، تمام. وانا اللي بيضايقني كمان انه حتى الموظف اللي بياخذ هذا الراتب مسكين يعني ما بيستفيد، يعني مش هالمبلغ الخطير يعني يعتبر، انه لانه المصاريف عاليه بالبلد. نعم. لما بدانا الناس كلها انبسطت، يعني خاصه الجاليه العربيه والجاليه العراقيه والفلسطينيه والاردنيه انبسطوا جدا على المطعم وعلى نوع الاكل، لانه صار عندهم تنوع بالاكل. يعني عندنا فخاخير، عندنا المشاوي، عندنا الاكل المباشر اللي هو المنسف المسخن، يعني احنا اول ناس اوجدنا المنسف، اوجدنا المسخن بالبلد، يعني اخذنا من كل منطقه اكل معين ونزلناها عندنا، المشاوي، المحاشي،
الشغلات هاي كلها. فأول رمضان صادفنا بعد 3 شهور مباشر من افتتاحنا، كان احنا اكبر بوفيه رمضان موجود في كندا. يعني كنا نحط اصناف سخنه لا تقل عن 10 اصناف، والاصناف البارده لا تقل عن 6 الى 7 اصناف، مع العصائر مع المعجنات. يعني لاني انا كنت في البلد قبل ما افتتح هذا المطعم، وكنت اشوف البوفيهات اللي تنوجد في رمضان، يعني يكون مكون من شكلين او 3 او 4، وعلى $50 واربعه و45 دولار و40 دولار. احنا عملنا البوفيه زي بلادنا، يعني زي البلاد، يعني زي فلسطين والاردن ولبنان، يعني عودنا الناس على شيء جديد. وقمه النجاح كانت طبعا صدفتنا بعض التعليقات انه سعركم غالي وسعركم غالي. احنا ما كان سعرنا غالي، بس احنا منتجاتنا كثيره، يعني الطاوله كانت تنفتح بمنتجات كثيره. يعني ما تطلب انت مشاوي، انا المشاوي كنت ابيعها ب 19 99 يعني 20 دولار، يعني برا بيبيعوها ب 22 و23 و24، لكن انت تطلب حمص، بتطلب تبوله، بتطلب كبه، بتطلب قلايه بندوره، كل هذا بجمع. تمام، نعم احنا الان هاي النقطه اللي كانت هي من اخطائنا اللي جبناها معانا من الخليج، على اساس انه فكرنا الخليج زي كندا. هون لازم الصحن يتغير، نظام الاكل بهاي البلد لازم يتغير. يعني احنا بنروح على حفلات بكندا مثلا، بيقدموا لنا الصحن الوحيد اللي بيكون فيها قطعه الدجاج وقطعه الستيك، وهذا هو الاكل الموجود بكل الحفلات. احنا بحفلاتنا اللي عملناها هون، حفلات الاعراس وحفلات الخطبه، بنقدم بوفيه مكون من 7 8 9 اصناف سخن. يعني انت يوم ما تيجي على الحفله بتدخل بتلاقي خروف محشي، بتلاقي منسف، بتلاقي مقلوبه، بتلاقي محاشي، يعني في شغلات كثيره، فيرت كبير. فهون السعر له دور. ومع ذلك ما كنا نبيع لشخص $55 او $45 او بهذا، لا يعتبر غالي مقابل المصاريف اللي احنا نتكلم طيب، فيه. إذا كان أول تحدي السعر ومناسبة السعر مع التكاليف اللي موجودة بالضبط على كل هذا العمل الضخم. يعني أنتوا عملتوا مطعم فخم، بالضبط عملتوا طبعا شيفات محترفين رواتبهم عالية بالتأكيد، وعندك عمالة عشان تغطي هذا الحجم من عمل في عمالة كبيرة، وبنفس الوقت في تكاليف كانت انحطت على هذا الكلام كله، مية بالمية وانت بتجيب الماتيريال، الرو ماتيريال تبعك، رو ماتيريال عشان يعطيك طعم مميز، بدك رو ماتيريال فريش كله وبشكل معين. كل الرو ماتيريال عندنا فريش 100%. يعني بالضبط، حتى فهذا الشاورما، حتى الشاورما ما كنا نجيب اي شي فروزن، حتى اللحوم تندر لوين وستريب لوين، يعني ما حدا بيستخدم هاي الامور في اي مطعم. كان اقول لك بجوز بكل العالم كل الناس تستخدم لحوم معينه كذا شيء، احنا كنا كل شيء فريش لانه ممتاز ماخذين سعرنا عليه، فبدنا نقدم شيء كويس مقابله. ممتاز. إذا كانت الفكرة إنه أنا بدي أعمل شيء هاي كواليتي، بالضبط وبالتالي سعره بده يناسب الكواليتي تبعه اللي أنا بقدمها، 100%. ومش بالكبير لكنه معقول يغطي ويشجع الناس يجوا. أنت بالضبط وجدت إنه الناس السعر بالنسبة لها is the first priority، أنت 100%. شفته أول فاكتور. هذا اللي طلعنا فيه. يعني الجزء الاكبر من الناس، يعني طبعا هم الناس انواع، يعني وبتعرف مستويات وكذا، في جزء من الناس يقول لك بالعكس سعرك ممتاز، وانا بروح على محلات اجنبيه بدفع الشخص $70 و $80، يعني سعرك انت، ما انا اجي ادفع عندك 40 او 45 او $50 مش كثير على طاوله فل معبيه اكل. تمام، هذا الحكي بلشنا احنا نعيد دراسه الامور هاي. كل تكلفتنا الحقيقيه كانت هي ليبر حقيقه، يعني هي التكلفه اللي عندنا الحقيقيه كانت بالليبر، لانه عشان اغطي المساحه هاي واغطي الحجم هذا واغطي هاي الخدمه بدي اعين موظفين بساعات طويله، وبالمطبخ بده يكون في عندي بالشفت الواحد مش اقل من 5 الى 8 اشخاص، وبرا بالساحه الرئيسيه برضو حوالي 5 اشخاص، يعني في موظفين مش بسيطين. ممتاز، أخذنا فكرة على موضوع الان والاوت، الكوست والبرايس. شفنا انه هذا تحدي كان من التحديات اللي توصل انت لنقطة البالانس ما بينهم، فكان بالضبط تحدي كبير. في قبلها كنت تحكي لي انه تأسيس المطعم حتى يبدأ اصلا ويشتغل، التعقيدات الروتينية اللي موجودة كانت كبيرة شوي عشان انت تقدر تقوم مطعم على رجليه ويبدأ يشتغل. انا بالنسبه لنا احنا الاكل تاعنا كله، الريسبي تاعتنا كان احنا جيتنا
يعني جبناها معانا من قطر. يعني انا اوريدي بحط الريسبي مني انا، يعني ما يعني ما بخلي حدا يتدخل بالريسبي تاعت الاكل اللي موجوده عندنا. تمام. نعم. انا التحديات اللي صادفتني بالمطعم، اول تحدي زي ما حكيت لك انا اللاند لورد، مين انت؟ يعني اول سؤال، مين انت؟ انت ما لك بكندا الا شهر او شهرين او سنه او 6 شهور، طيب كيف بدنا نعطيك محل ايجاره 25,000 دولار؟ كيف بدك تغطيه؟ هون استخدمت عاده انا السي في تاعتي اللي بالخليج او اللي بالاردن. تمام. بناء نعم. عليها لم اني انا قدرت اني اقنع اللاندلورد اساس انا استاجر هذا المكان. نعم. بعد ما استاجرنا هذا المكان طبعا اخذ مني بس مناقشات بيني وبين اللاندلورد حوالي 6 شهور على الاقل. اوكي. بعد ما استاجرنا المكان بدانا باجراءات البيرميت عشان نعمل الديكور. الديكور احنا هذا المكان احنا اخذناه من الصفر سكراتش، لا يوجد ارضيه له، لا يوجد سقف، لا يوجد اي شيء في داخله. تمام. نعم. هلا عشان تشتغل فيه ممنوع تشتغل فيه نهائيا الا لما تاخذ البيرميت من السيتي. بدانا بالمخططات وبدانا مع السيتي. السيتي اخذت منا 8 شهور، يعني حتى وصل معي الموضوع اني رحت قابلت الاداره ومجلس الاداره انه يعني شو بتعملوا؟ شو هالبيروقراطيه اللي انت انا معطيك مخططات بدي اعمل ديكور تاخذ 8 شهور تدرس فيها؟ تمام؟ لمنها نعم. قابلنا المير ولمنها شافت الامور واعطت الموافقه وبدانا بالعمل، والحمد لله انجزنا العمل خلال 6 شهور ما بعد ما اخذنا البيرميت. نعم. كويس؟ هذا اول تحدي كان لي. هلا يوم افتتحنا المطعم احنا حقيقه كان عندنا حجم عمل يعني رهيب من الدرجة الأولى. يعني كان عندنا حجم ناس، يعني الناس كانت بدها هيك شيء، بدها هيك مكان، متشوقة. جميل. متشوقة جدا. أخطأنا خطأ صغير بعد 3 شهور إنه نزلنا الأرجيلة بالمطعم. اوكي. هاي الأرجيلة عملت مشكلة إنه بعض الزباين الكنديان والصينيين الجنسيات الأخرى بدأت ما ترجع على المطعم. هاي كانت أنا بعتبره خطأ، وأنا الآن هلا راح ألغي هاي الأرجيلة نهائيا كونها حتى قانونيا ممنوعة وكل شوي جايينا بمخالفات. فالآن أنا هذه قضية مهمة. يعني احنا يعني انا شفت طبعا وقابلنا اصدقاء، وبحكم شغلنا في هالبرنامج قابلنا عدة ناس مستثمرين، وسمعنا من البعض يحكي لك افتح لو يعملوا ارجيلة الناس كلها بتدب دب على الارجيلة، انت افتح مطعم حط فيه ارجيلة بتنجح. لا، فهذا مش وارد. بمطعم زي مطعمنا اللي هو موجه للعائلة أكبر غلط يكون في أرجيلة. أنا بالنسبة لي أنا بعتبر أنا معترف إني أخطأت إني حطيت في أرجيلة. أنا رديت على بعض الزباين لأنهم كله كان يطلب الأرجيلة، لكن اكتشفت إنه الزباين اللي بدها الأرجيلة الزباين اللي ما بدها أرجيلة أكثر. اوكي. طيب اذا صار عندنا تحديين وخطأ، وايش واجهك اكثر؟ هل اكثر من هيك تحديات واجهتك؟ الليبر اللي هي المصاريف تاعت الليبر كانت يعني مبيعات الاكل لا تغطي الليبر لانه كان مكلف علي، فانا لازم انزل الخدمه شوي علشان اقدر انا نعم. اغطي هذا الحكي. لذلك مشكلتنا كان بالحجم، الحجم نعم. الكبير انه ما بس يعني لما يكون 300 كرسي بتعرف بدها خدمه طويله، وخاصه انه يوم يكون في الويكند بكون عندك فل المطعم. هذا الحكي انت الموظفين اللي عندك ما بتقدر تشغله بس سبت واحد وتقول له شكرا يعطيك العافيه ما تشتغل الايام الاخرى. تمام. نعم. التحدي الثاني اللي بالبلد موجود بالبلد انه الناس متعوده تطلع على هيك اماكن بالويكند، والويك دايز خفيف الشغل فيها مش زي بلادنا. بلادنا اوكي. كل يوم بيطلعوا على المطاعم. تمام. نعم. صحيح فهاي صحيح. كانت المشكله الثانيه. الان هلا ان شاء الله بعد جائحة كورونا اخذنا قرار انه أنا احنا بدي أوقفك هون عند هذه لو سمحت لي، تفضل. لأنه حاجة للمرحلة اللي الآن. موضوع الدليفري والطلبات الخارجية كانت موجودة، وكيف حجمها كان؟ والله احنا كانت موجودة من الاساس والكيترينج والحفلات الخارجية وكذا موجودة، لكن ببداية الجائحة تقريبا بالشهر الاول او اول 45 يوم لا كان في خوف كثير من الناس، علما انه احنا اخذنا كل جوانب السلامه العامه، يعني على الكاشات حطينا الاجريليك، نزلنا الهايجين، الموظفين عندنا دائما لابسين لباس السلامه كامل، الماسكات على ثمهم اللي على شعرهم اللي على لابسين الكفوف، فكل الامور، لكن الناس متخوفه. يعني ما نعم. كانت
كان خفيف الشغل. الآن هلا له شهر تقريبا، يعني نقول شهر 6 بدأت الحركة، الآن تتحرك، بدأ يرجع الناس تطلب الطلبات، يعني عندنا طلبات المنسف والمسخن والمشاوي والشاورما، بلشت الناس ترجع تطلب هاي الأمور. لكن لا حقيقة بعد منتصف شهر 3 لتقريبا لنص 5 كان خفيف. طبعا برمضان كان شغل كويس مش بطال، لكن شغل رمضان ما بتجاوز ساعة ساعة ونص اللي هو قبل نعم. الإفطار، إذا فما بيغطي شيء يعني. فترة الحجر وفترة بداية كورونا من شهر 3 إلى الآن صار في انخفاض، جدا رمضان شوي تحسن. طيب بالضبط. الآن كم بتقدر حجم الطلبات من الحجم الطبيعي اللي كان موجود؟ 30%، 60%، 50%؟ يعني ما بتتجاوزش 40%، متجاوز شيء 40%. ما طيب بتجاوز. هذا لأنه الناس طبعا الآن ما في قرار لفتح المطاعم الآن والتجمعات في يعني المطاعم فوق فتحوا التعريف. المطاعم، اللي هي عندها باحات خارجية وعندها باتيو، واحنا بالنسبة لنا المطعم تبعنا صعب نعمل له باتيو لأنه مكانه يعني مواقف سيارات، وصعب ان نطلع باتيو، وبعدين الجو هون بالبلد بالنهار بكون شمس، بالليل ممكن تمطر، فيعني صعب انك تتحرك بالباتيو، مش مؤهلين لباتيو بسقف بشيء صحيح. معين. المكان اللي انت موجود فيه كنت من البدايه راسم له انه يكون من الداخل هو التجمع، وتجمع فخم كانك شايف المناظر الخارجيه امامك، فتفاجات الان انه في عندك احتياج ليكون باتيو خارجي. نعم، نعم. يعني لا انا لحد الان بقول انا مش بحاجه للباتيو الخارجي، لانه حقيقه يعني انا بلاحظ ملاحظه من يوم ما حقوا، من يوم ما اعطوا القرار، ما في ناس كثير متشجعه على الباتيو، يعني لانه الباتيو المطعم، يعني الباتيو اذا ما كان في اراجيل، اذا ما كان في شغلات محدده، الناس ما بتحب تروح تجلس في الباتيو. يعني انا نعم. متابع بعض المطاعم طيب ما في عندها أنا شغل كثير كباتيو. طيب خلينا الآن، هذه التحديات وهذه الصعوبات اللي واجهتها وحاولت تتخطاها وفكرت بعدة وسائل ووجدت إنه ميزة الأستاذ بدر اللي نحكي فيها الآن في المرحلة هاي، إنه مش بس فكر بتخطي النتائج اللي موجودة، الأحوال اللي موجودة، الأعراض اللي موجودة، وإنما درس الموضوع بشكل جذري. يعني الآن بتسمعوه بيحكوا لكم أنا أخطأت في كذا، أحيانا بنقابل الناس ما بيقولوش إنه إحنا أخطأنا. ففي دراسات عملها الأستاذ بدر خلال الفترة هذه خرج منها بنتائج. أنا بدي تحكي لنا أستاذ بدر عن النتائج شوف اللي خرج احنا فيها من هاي الدراسة. بالسنه الاولى كنا نفتح 7 ايام عمل، ونفتح من الساعه تقريبا 9 صباحا، نقدم فطور وغدا وعشاء. السنه الثانيه لاحظنا انه احنا بالويك دايز بنخسر اكثر من، يعني بندفع من الجوب، يعني الناس ما بتغطي تكلفه فتح المحل، فاضطرينا انه نعم. نصير نغلق يوم الاثنين كامل، بعدين اضطرينا نصير نفتح بس على 5 مساء، بعدين صرنا نضطر انه نسكر الاثنين والثلاثه والاربعه. هاي كلها من خلال اللي شفناه من السوق، بسبب انه احنا هاي نعم. اند، احنا مطعم هاي اند، احنا مش مطعم فاست فود انك تيجي تاكل وجبه 15 دولار ويطلق طالع، تمام؟ نعم. هذا الحكي الان احنا راح نتفاداه. هلا بعد افتاحنا، بعد جائحه كوفيد 19، راح نرجع نعم. نفتح كامل من ال 11 صباحا لل 11 مساء، وراح نرجع نغير نظام المنيو، وراح نعطي مجال للموظفين وللطلاب اللي بدهم يجوا ياكلوا اكل سريع باسعار متناسبه ومتناسقه مع الوضع الحالي الجديد. طيب وراح أنا نعم تفضل. وهلا يعني اهم شغله عندنا انه بدنا نصغر حجم المطعم، يعني احنا الان ما بدنا نخليه اكثر من 100 كرسي عشان نقدر نخدمه خدمة ممتازة بأقل التكاليف. جميل. إذا من الخلاصة اللي أنتم درستوها واللي أنتم لاحظتوه وبحثتوا فيه والأخطاء اللي وقعتوا فيها، قررتوا ما هو آت. أول شيء المطعم راح تقلصوا المساحة تبعه وعدد الكراسي اللي ستستقبلوها في المطعم. المنيو راح تعملوا تركيز في المنيو ما يكونش متوسع ومتشعب، وبالذات وبالتالي بيؤدي إلى زيادة الكوست و زيادة عدد الناس اللي حيشتغلوا عندك، فالأوبريشن كوست حيكون عالي، أنت محتاج 3 أضعافها عشان تقدر تغطيها. لأنه يا جماعة الكوست هذا أنت بتحتاج معه في دايركت كوست، في إن دايركت كوست، وبالتالي أي كوست في مقابله
ضعفين وتقريبا اندايركت كوست معه، محتاج انت تغطيه بسعر ثلاث اضعافه على عشان تقدر تغطيه. فانت وجدت انه لازم يكون عندك المنيو اقل عشان تقدر تشتغل وتعمل تركيز، وحتركز كمان على الطلبات الخارجيه. الطلبات الخارجيه راح تكون اساسيه الان عندنا، لانه بلشت تاخذ صدى خاصه بالعزايم الكبيره، بالحفلات، بالعزاء، بالافراح، يعني بالامور هاي. يعني قبل يومين كان في عزاء لجماعه كانوا ماخذين من عندنا اكل للعزاء، لهم يومين بيتصلوا في بس بشكرونا على الاكل وعلى نوعيه الاكل. نعم نعم تمام. طيب الان المطعم والستيج والامور هاي، في ناس كانوا يتكلموا على انه انت ممكن تأجر المطعم لاحتفالات لحد الان يعني اليوم لسه كان عندي اتصالين لكتب كتاب، انه الناس بدها تيجي تعمل كتب كتاب بالمطعم. طبعا هذا الحكي كله ننتظر انه يعطونا اوامر الفتح، يعني بنستنى من السفين وتعطينا الفتح. الان الحلو في مطعمنا حاليا انه مع تصغير العدد ومع التباعد الاجتماعي لسه في مجال نستوعب 150 شخص. طيب انت الان تحكي لي كوفيد 19 اثرت عليكم من حيث البيع، واثرت عليكم من حيث، يعني الان انت بتعمل اختصار للمطعم بالنسبه للكراسي والتباعد الاجتماعي والامور هذه، هل في تاثيرات ثانيه الى كوفيد 19 عليكم؟ والله تأثيرات كثيرة. خلينا نسمع شوي منها. هي تأثير رقم واحد إنه إحنا ما أغلقنا المطعم، تعرف أنت عندنا إيجارات، عندنا المصاريف العامة، هاي الفواتير، الكهرباء، المي، التليفونات، الغازات كذا، هاي كله ما حدا سمحنا فيها، يعني بندفع فيها من أول نعم يوم. تمام. أي أمور يعني أوكي، بجوز الموظفين الحمد لله إنها الحكومة تحملت، دفعت لهم الـ2000 دولار أو كذا، لكن تعتبر معضلة هاي، يعني إنه في الأخير بدهم يرجعوا لشغلهم، ممكن نرجع في 50% من الكاباسيتي، مش عارفين لحد الآن وين رايحين إحنا. بالإيجار، تمام. بالإيجار ما ساعدت الحكومة فيه؟ الإيجار لحد اليوم ما فيش أي مساعدات، لكن إحنا موعودين إن الحكومة تدفع 50% من الإيجارات، بس لحد جيد الآن ما صار شيء. تمام. جميل إحنا جميل دفعنا إيجارات ل 31/3 وواقفين الآن نستنى أوامر الحكومة. أي قروض علينا أو ليز أو كذا كله تم تأجيله، يعني ما نسمح، ما حدا سامحنا، يعني بندفع فوائده حتى، شايف؟ ما نعم فهاي كلها يعني كلها مشاكل صابتنا، لكن هينا بنحاول نطور أو نتحمل شو بده يصير معنا. هلا من الأفكار اللي أنا بفكر فيها كونه عندي الحجم كبير، يعني في فكرة إحنا بالخليج كنا يعني موجودة، هاي الفكرة اللي هي مطعم وسوبر ماركت مع بعض. طب تمام. قبل الأفكار هذه لأنه حنيجيها، بدي ناخذ شوي من أسئلة الجمهور. تفضل. ريم عناني بتسألك، هل أنتم معتمدين على الجالية العربية لدعمكم؟ والله احنا تقريبا اللي بشكله عندنا حوالي 80% من الزباين هم من الجاليه العربيه، و20% هي من الجاليات الاخرى، الهنديه، الباكستانيه، الصينيه، هاي 20% بتشكل عندنا. هيفا بتسألك في أي ولاية، يا ريت تعطينا العنوان وبعدين احنا نكتب العنوان على في الكومنت بعدين، لكن لو تعطينا العنوان والولاية المطابقة حقتك. احنا باونتاريو طبعا، بميسيساغا، ب 1100 بيرهام ثورب رود ويست، ميسيساغا. نعم. في واحد من الإخوة إياد بيقول شو وضع الجالية السورية بالنسبة لكم؟ ما مش 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 فاهم أنا سؤاله بالضبط، هل بيسأل عن وضع الجالية السورية من حيث الطلبات أو من حيث اهتمامها في المطعم، حضورها في المطعم؟ بجوز هو بيسأل عن التوظيف. احنا عندنا جزء كبير من الجالية السورية موظفين عندنا، من اللاجئين، الاخوان اللاجئين موجودين عندنا، يعني موظفين عندنا من السوريين، من العراقيين عندنا، من المغرب عندنا، من الاردن عندنا، من فلسطين، كل الجاليات موجودة عندي تشتغل معنا. هيفا بتسألك، فكرتوا بمونتريال تعملوا عندهم مطعم فرع؟ والله الآن الأفكار الجديدة، يعني الآن كثير بيطالبوا فينا نفتح أفرع بلندن، بووترلو، بمونتريال، عدة مرات يجوني ناس، لكن الآن بعد الخبرة اللي صارت معانا إن شاء الله راح نفتح، لكن على مصغر، يعني على لا تتجاوز 40 إلى 60 كرسي. إياد رجع بحكي لك، لا بسألك عن الإقبال، إقبال السوريين على المطعم. السوريين موجودين، يعني إقبال، هم ما في عدد كبير من السوريين موجود بالمنطقة اللي عندنا،
يعني اكثر جاليه تتردد على المطعم هي الجاليه العراقيه رقم واحد، والجاليه الاردنيه والفلسطينيه، والجاليه المصريه. بصراحه الجاليات مختلفه يعني. إياد زعلان إذا بتشيلوا الأرجيلة ما بيجيش. والله الارجيله هذا قرارين، هو قرار مني بدنا ناخذه على اساس العائله بشكل عام، والقرار الثاني بسبب الحكومه، لانه الحكومه الكنديه الان كل يومين بتبعث مندوبين يفتشوا على الاراجيل، فمخالفات $1000 ب $2000 ب $5000 مكفي يعني. معلش يا إياد، دعمك مطلوب ودعم كل الأصدقاء والإخوة مطلوب، وبقول لك إياد إنه هو زبون من سنتين، زبون دائم عندك، سيدي اهلا. فمنجيب لك معسل والأرجيلة عليك في البيت. ايوه الارجيله عليه بالبيت وعندنا اهلا وسهلا فيه. أهلين بإياد. ريم تقول لك حفلات الشركات دخل جيد للمطاعم الكبيرة بأمريكا على الأقل، فليه؟ عندنا حفلات كثير ممتازه يعني، عندنا الكوربريت البنوك بتعمل عندنا حفلات، الاشخاص يعني عندنا عده حفلات صارت، حفلات اعراس، حفلات خطبه، حفلات بيبي شاور، فاحنا هاي موجوده عندنا يعني اوريدي نتقبلها، واهلا وسهلا فيهم باي واحد. طيب، احنا الان سننتقل يا جماعه الى المرحله الجديده التي يفكر فيها الاستاذ بدر الشراوري. راح نتكلم عن التفكير الجديد. قلت لكم ان الاستاذ بدر من خلاصه تجربته كان يدرس الوضع في كندا، وربما البعض كان يشوفه هو بروح وبيجي، عينه على اكثر من اتجاه واكثر من زاويه، يشوفه بفكر كثير، مشغول احيانا، بمر من جنبك بسلمش عليك، مش لانه مطنشك، بس لانه في باله مليون شغله قاعد بحلل فيها وبدرس فيها. وبالمناسبه يعني الكشره اللي موجوده عنده هي كشره شغل، مش كشره طبيعيه. عرفته ال 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 وجد بخلا الى وتوصل الى خلاصات، والخلاصات هاي جعلته يفكر في بزنس جديد. اعطينا ملامح البزنس، انا عارف صاحب الافكار بكون حريص على افكاره حتى تنفذ، اعطينا ملامح هذا البزنس استاذ بدر. شوف، هي اهم شيء انك ما تستسلم. نعم، الجائحه يعني في مطاعم كثيره بالبلد وخاصه مطاعم كبيره من اول 15 يوم اعلنت افلاسها وسكرت في تورونتو او في اونتاريو. احنا مشكله المطعم عندي رقم واحد انه احنا ممولينه بنسبه 70 ل 75% تمويل ذاتي. اوكي، تمام؟ وحوالي 25% من تمويل البنوك، لانه احنا تقريبا الديكور يعني اخذ منا مش اقل من 2 مليون دولار، كويس؟ عشان يعني ما تستسلم انت للي صار، الان هلا عشان انت تطور، وكونه عندي مساحه عاليه ومساحه كبيره، وما بنستنى انه يعني بعد الجائحه انه ممكن الناس تكون خايفه شوي او متردده تروح على المطاعم، فاحنا اخذنا قرار تصغير المطعم ل 100 كرسي، وبتوقع 100 كرسي كافيات. وجزء من المطعم عندنا افكار نعمل فيها مثلا السوبر ماركت العربي، ندخل من ضمن المطعم تبعنا السوبر ماركت العربي الميدل ايسترن، يكون عندنا ملحمه كثير ممتازه مشهوره معروفه، انه في الاخير تقدر زي بلادنا تاخذ اللحمه وتشويها عندنا. تمام؟ نعم، محل خضار مرتب سيلكتيف، يعني زي سوبر ماركت جورميه، يعني اكثر مصنوع عندنا لبنه معينه، اجبان معينه، شغلات يعني انه انت ما بتلاقيها الا عند هذا المحل. ليش؟ لأن شغلات سبيشال يعني من الدول، يعني شيء عراقي، شيء فلسطيني، شيء اردني، يعني بدنا ناخذ من جميع هاي البلدان اللي انت تقدر تيجي تقول والله انا بترى بلاقي هاي الشغلات. تمام؟ جميل جميل، هاي بدنا نعتبره حل جذري لجائحه كورونا حاليا وفي المستقبل لا سمح الله. اوكي، تمام؟ طبعا انت متخوف من الموجة الثانية والله انا للجائحة. متخوف، نعم، من الموج نعم، الثاني، واحنا ما فيش يعني مساعدات هنا، مساعدات وسماح، مساعدات ديون، يعني المساعدات الديون في الاخير بعد ما تفتتح فبصير متراكمه عليك وتسبب لك مشاكل ثانيه، لكن صحيح، لو مساعدات ومسامح بتكون يعني كويس، الواحد بيروح بيقعد في البيت وبرتاح. جميل. هذا الكلام بما يخص مطعم بترا، بس حينقسم مطعم بترا الى جزء هو له علاقة في المطعم بشكل مركز، نعم، وجزء يتحول إلى سوبر يعني ماركت. احنا بدنا نعتبره زي مجمع، يعني مجمع مطاعم، انت بتيجي على المطعم اذا بدك تشتري اغراض كمان ممكن تشتري اغراض وتاخذها معك، يعني بصير فيها نوع من يعني راحة الزبون نفسه يعني، شايف؟ حلو. الاسعار الآن كمان المصاريف جميل، تتقسم على الاقسام كلها، فبحال هيك مصاريف كمان بتقل، فالتكلفة بتقل، فبالاخير الزبون هو اللي ربحان، لانه في الاخير الاسعار
طيب بدي أتأكد من الصوت لأنه صوتك شوي انخفض. أوكي. أوكي تمام. بالنسبة إذا هذا بالنسبة للمكان لبترا لمطعم بترا. حكيت لنا إنه أنت حتعلن من عنا يعني ناخذ سبق في الموضوع هذا عن استثمار جديد أو بزنس جديد أنت تفكر فيه. حقيقة احنا يعني قبل كورونا كنا ندرس بدنا نعمل سلسلة مطاعم اللي هي السريعة اللي هو تشيكن، وأنا عندي خبرة يعني حوالي 16 سنة بهذا الفيل، واشتغلنا بعدة دول، يعني فتحنا بالجزائر، فتحنا بليبيا، فتحنا بالسعودية، يعني بمكة، بجدة، لكن الآن كونه صار موضوع الجائحة بننتظر يعني إكمال الدراسة إنه بنبلش فيها إن شاء الله بعد شي شهرين أو ثلاثة، ومن خلال قناتكم العزيزة الآن بدنا نجمع مجموعة من المستثمرين اللي نبلش نفتح إلنا إحنا أفرع، تمام، وبعدها نعطي فرانشايز بغض النظر من جوا البلد أو من خارج البلد. وإحنا الآن عاملين شيء حلو إنه المحل ما يكلف من أكثر من 300 إلى 400 ألف دولار، تمام، نعم. وهاي السلسلة اللي هي يعني سلسلة تكون بنورث أمريكا، يعني مش بس فقط بكندا، تمام، إذن الفكرة، نعم، إذن لأنه الفكرة ستقوم على أنا بعد ما دخلت السوق الكندي ودخلت المطاعم ورحت عملت زيارات لعدة ولايات بأمريكا، حقيقة أنا اكتشفت إنه الفاست فود بنورث أمريكا أفضل وأحسن من الهاي إند، لأنه اوكي الناس وأنا متعودة كلها بشغلها، كلها بالبزنس تبعها، ما بيطلعوش إلا بالويك إند، وممكن بالويك إند يطلعوا على أماكن ممكن تكون خارجية أو كذا. فهون الفاست فود هو سلعة بشتريها كل يوم، يعني لأنه ما بتتجاوزش 15 دولار، 13 دولار، 12 دولار، 10 دولار، بهالحدود هاي. نعم، فأنت حتركز على الفاست فود الآن ببزنسك الجديد بالضبط، وحتعمل فيه فرانشايزنج، وراح نعمل منه فرانشايزنج ففي عندك فرانشايزنج بروجرام. بالضبط. والآن أنت في عندك أمرين، الأمر الأول المساهمين والأمر الآخر الفرانشايزي. بالضبط، فإحنا الآن بهمنا إنه نأسس شيء يكون أصله يعني خلينا نقول أصحابه عرب، وندخله بنورث أمريكا بالمنتج الأجنبي، لأنه إحنا دائما العرب بيلحقوا أعطينا فرانشايز من فلان من كذا من كذا، وبكون يعني شركات كبرى. الآن إحنا بدنا نسوي شيء المستثمرين اللي بدهم يدخلوا معنا إن شاء الله، الشركاء اللي بدهم يدخلوا معنا، اللي هو بعد سنتين أو ثلاث نكون مؤسسين شركة ضخمة فيها أفرع كثيرة، اللي إحنا بإمكاننا بغض النظر نطورها للشرق الأوسط، من كندا تنزل ترجع للشرق الأوسط أو تروح لبلدان أخرى. طب لو أحد من الجمهور اللي عندنا حاب يدخل كمستثمر معك، هل هذا ممكن؟ أكيد أكيد، كل بالفكرة الأمور الجديدة؟ مفتوحة يعني، طبعا الآن ما بنقدرش نناقشها نقاش عام، لكن اللي مفتوح. مهتم بهاي الأمور ممكن يراسلني أو يراسلك أنت، أو يسجل الاسم أو يسجل الإيميلات أو الهاي، وبعدها إن شاء الله بعد ما نخلص إحنا الكونسبت تبعنا، إحنا الكونسبت جاهز لأنه إحنا اشتغلنا فيه بالشرق الأوسط أوريدي، لكن اللي اكتشفته بالشرق الأوسط الهاي إند أحسن من الفاست فود، وبنورث أمريكا الفاست فود أحسن من الهاي إند. اوكي طيب أكيد. طيب المستثمر الان لازم يكون اصحاب ملايين ولا ممكن يكون زي حالاتنا؟ لا لا، احنا راح يكون في مؤسسين وراح يكون في مستثمرين، المستثمرين اللي هم اللي نعطيهم اسهم ثانويه، يعني بامكانه يدخل باي رقم مالي راح نحدده، وسهل جدا اي واحد يدخل وسهل يطلع، يعني بعد سنه مثلا لو بده يطلع سهل يطلع وياخذ اسهمه ويبيعها لمستثمرين اخرين. والمؤسسين لا، هم المؤسسين الرئيسيين اللي راح يكون لازم يكونوا دافعين مبالغ محدده على اساس يكونوا هم اصحاب الاسهم الممتازه. طيب اللي بده اصحاب يتعرف القرارات. على البزنس، بده يتعرف على البزنس ياخذ منكم فرانشايزنج، شو شروط انه ياخذ الفرانشايز من عندكم؟ احنا راح يكون ان شاء الله راح يكون في يعني شروط معينه، اما هي في الاخير الشخص لازم يكون مليء ماليا من حيث انه يدفع ثمن الفرانشايز، طبعا احنا راح نسلمه المحل كامل متكامل من انتوا A to حتعملوا Z، له اياه؟ احنا راح نعمل له اياه، واحنا راح ندرب موظفينه وندربه على كل شيء
الخلطات راح تيجي من عندنا جاهزة، هو ما عليه اللي يشغل المحل. يعني أنا كأنه هو بيشتغل في شيء ما بيعذب حاله، والموظفين اللي عنده مش لازم يكونوا فنيين، يعني ممكن يكونوا طلاب، ممكن يكونوا أي، إحنا بنعلمهم، يعني مش شرط يكون هو اوريدي فن طبخ أو هو شيف، مش ضروري هذا الحال. اوكي، يعني الاخت اللي حكت انه ممكن تفتحوا في مونتريال، ولا تفتحوا، ممكن انتوا تفتحوا في اكثر من مكان من خلال هذا الفرنشايزنج. بالفاست فود بأي مكان، اوكي المطعم كبترة لا، بده يكون له يعني له دراسات، لأنه حسب المكان وحسب المنطقة. طيب، بالنسبه للفاست فود، طب ما عندنا فاست فود في مليانه، يعني نورث امريكا مليانه، كندا فاست فود، ايش والله اللي احنا راح حيميز نتجه، الفاست فود اول اللي شيء حتشتغلوا فيه؟ احنا راح نتجه بالفاست فود الحلال رقم واحد. اوكي، رقم اثنين راح ندخل بالفرايد تشيكن، وراح ندخل بالجريل تشيكن. اوكي يعني روح، يعني عندك صحي وغير صحي زي ما بيقولوها. اوكي تمام، يعني وحتدخلوا في نكهات خاص. نكهات خاصة، أمور خاصة، يعني كل شيء جديد، وفي الأخير هي منافسة سوق، لكن إحنا إن شاء الله إنه راح يكون منتجنا جديد، وفي شغلات يعني مميزات عن اللي موجودين بالسوق، شغلات ثانية يعني. طيب الآن واحنا قد اوشكنا على نهاية هذا البرنامج، ايش الميزات اللي حتعطيها للقناة من خلال جمهورنا؟ ايش جمهورنا اللي بيقبل علينا واللي بيهتم فينا؟ بدنا نعطيه حافز. اللي بيجي من خلالكم بالفرنشايزي راح يكون عنده على الأقل خصم لا يقل عن 15% بالمحلات ها، اللي راح يبقى. ما شاء الله. طب هذا يعني كرم كبير من استاذ بدر، وان شاء الله كثير من الاصدقاء المهتمين في البزنس ومهتمين يعملوا شيء جيد يتواصلوا معنا، وإن شاء الله يكون لكم امتيازات خاصة وأولوية خاصة. أنا حقيقة أدركنا الوقت، حبيبي والحديث كبير والحديث مهم والحديث عميق وفي استفادات ودراسات كبيرة. بدي أشكر الأصدقاء اللي تواصلوا يعني أكملوا حضورهم معنا، والأصدقاء اللي اضطروا للمغادرة وتركونا، والأصدقاء اللي راح يشوفوا هذه الحلقة بعد ذلك ويهتموا فيها ويتابعوا. أشكركم جميعا، وأترك لك أستاذ بدر آخر كلمة قبل أن ننهي. أنا بشكر الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا بالسلامة على بعد الجائحة. ونصيحتي لكل الناس أو لكل واحد بده يشتغل بالبلد إنه ينظر للناحية الإيجابية، ما ينظر للناحية السلبية، يكون طموحه كبير وبيقدر يحقق شيء. جميل جدا، أنا بدي أشكركم شكر جزيل، وحقيقة اللقاء معكم ممتع واللقاء لا يمل، والأوقات تمر معكم بسرعة، وفي كل لقاء حيكون عندنا نقاش في بزنس. نريد من الأصدقاء العرب أن يكونوا أصحاب أعمال مستقلة، يكونوا رواد للأعمال كما هم رواد للتفكير ورواد للتقنية، تستحقون ذلك. وشكرا جزيلا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة.